يلا علق على قناة السلام عليكم. رجعت معكم بيتو اول مره معكم اليوم بعلق على الونوكس اللي كان يكون بين توكي وزوزف. زوزف عاد من زمان عنه، كان خلال الشهرين او 3 شهور اللي راحت كان موجود في كندا، لعب بطولات كثير هناك، اخذ خبرات حلوه في كندا، والحين راجع لنا نشوفه في الونوكس السلمي ضد توكي اللي قاعدين نشوف إعادة سيطرة منه على مثلا التوب 2. مستواه بدأ يتحسن كثير، قاعدين نشوف انه هو أكبر منافس للفايت، خصوصا من زوزف راح، وحتى مستواه من قبل زوزف يروح فترة توكي كان يجيب مراكز أعلى، صح ولا لا؟ أتوقع انه قبل لا زوزف يروح كان هو جايب الثاني أكثر من مرة. فتوكي عندنا كل واحد أتوقع أول مرة يلعبون بهالمستوى كل واحد هذا، هلا؟ ايه يا بشر ايه. عندنا اول جيم الى الان تقريبا دقيقتين بدون ما يروح اي ستوك. نايس دي اي مره من توكي على الجاب، بس هذه صادته لو بي وقتلتها على 130. توكي في العاده ما يحب يكون في سيتويشن زي كذا ابد، حتى لو كان البرسنت عالي حق اللي ضده توكي دائما يحب ياخذ اول ستوك. توكي دائما يحب يكون عنده الادفانتج، لان باكمان حتى كشخصيه لما يكون عنده ادفانتج يكون جدا ابزورد التعامل معه، يكون مره مزعج، يكون يبدا يغصب هذا. بس انه جوزيف ما اعطاه زر في بدايه الستوك الثاني، اكسبلوسيف ستارت وحلوه من البيل جابته واعطاه بسماش واخر ستوك. بس الى الان جوزيف عنده 1 ستوك ادفانتج. والله نايس هاي ريكفري، ولا توكي كان ناوي يزرفها، قال حبيبي ما معك جنب، ضيع الاف تلت، ولا كان زوزف بيكون في موقف جدا سيء. حلوه لبي على طول اوت اوف جالجا بريشر، عطاه الفير، نرجع لسنتر اوف ستيج. حلوه لابيرز، حلوه منه، بس الثاني سوى سبورت دازن كومبو على طول جراب تو ابيرز. نايس بوت دوج من زوزف ويرجع للنادي. الى الان اللي يدعم ستاك بون ستاك. اوه الاب بي، والله زوزف قاعد يستخدم الاب بي تو اتس فوليست، اي بريشر قاعد يطلع منه بوبي. اتس ساتش ا جود موف. اوكي الحين الوضع جدا محرج. توكي يحتاج معجزه ويحتاج تشيز، والله يحتاج يصيد السكند جمب حق روي وياخذ منه ستوك. بس ان زوزف قال له حبيبي مو عليك كيفك، عطاه لفت ثلث واخذ اول جيم. الحين رحنا لتاون سيتي. تاون سيتي ستيج يحبون توكي، يحبه لانه يكون اوبن ستيج، بعض الاحيان يكون كاف دي، شيء يخلي كل السيت اب حقك باك مان يرمي عليك فروت تلقاها فلوتنج، ما في اي بلاتفورم يخرب عليها. نفس الحاله عند زوزف روي، حبيبي صدق على البلاتفورم اللي على الجنب الله يخليك يرحمك من بدري، ما يهم اي برسنت صدق على الجنب في اسوء سيتويشن ممكن. فنبدا نشوف الحين زي ما قلت توكي وكل اللاعبين يحبون الادفانتج، بس توكي بالذات وباك مان بالذات ثرايفز في الادفانتج. يعني في شخصيات ما عندها مشكله تكون في النوتشل، وفي شخصيات مثلا طلعت شخصيه زي انجل، شخصيه نوتشل، شخصيه تمسك في النوتشل تعطيك سبيسنج اوفر ويلمي وذ فريم داتا، بعدين يطلعك اوف ستيج ويحاول يقتلك، فهو شخصيه نوتشل كامله. اما باكمان بالاخص يكون شخصيه ادفانتج، عنده فريم داتا حلوه تقدر تفوز بالنوتشل، اول ما ياخذ عليك اول ستوك يبدا عاد عمليه حرفيا تسد النفس، اللي يلعب ضده يزعل. غريب تضييع السيت اب من توكي، لا سوى لا سماش ولا الباكير. الحين حلوه الستروبيري بس بدنا جوزيف صحصح له. عجبني صراحه جوزيف هذا. باكر على كم كان التسليم؟ والله قتلته مره بدري وزدت ستيج. اوه حلو البيك سب صراحه من توكي. حاول يرمي عليه وصيده بالبل ما ضبطت. صار في كلاك. حلوه الباكير بس الدي اي لهذا. اوه توكي من الغريب عنه صراحه انه قاعد يضيع ايدج جارد. لانه في البطولات اللي راحت توكي اكثر شيء تحسن فيه واكثر شيء صراحه يشاد في توكي كان الايدج جارد حقه، ما كان يضيع ولا ايدج جارد، ضيع اير دوج برا قدام توكي الله يخليه يرحمه. بس الحين شيء انكر شو اسمه شيء مو هو تشوفه عاده من توكي انه ضيع كم ايدج جارد خصوصا على شخصيه زي روي، يعني ما يكون عندها مكسب كثير في الريكفري، ما عندها الا بروح لكاي ولا بروح لكلو. نشوف الحين اولموست ايفن سلايت ليد عند جوزيف. اوه ماي جاد الجاب باكر تخوف، الحين الوضع جدا يخوف عند توكي. نزل مره تحت حلوه منه لانه لو حاول يسوي له كونتست على الاير كان ممكن يلقى باكر وهذا شحن السماش. توكي ما بنش، توكي احترمها صراحه لانه ما في اي بنش كان يسوى المخاطره. حلوه الداون اير. اير حلوه من زازف مسك الليمون حطها فوق عنده كانت تروع. لو توكي ما سوى شو اسمه فول هاب كان ينخبط فيها وكان بتكون سيتويشن ممكن يكون ستوك. حلوه الجمب ستولينج اون اير. توكي قاعد يغير التايمكس حقتها لان زازف مو قادر يصيده بس هالمره صاد والله على طول ما قدر يتكلم. غلط تسوي كونتيست على روي وهو معطيك ظهره حرفيا، يمكن اسوء شيء ممكن تسويه حتى لو عندك فريم داتا كويسه. احسن شيء انك تبعد عنه لان لو صادك باكير سويت سبوت زي ما شفنا توكي مات مرتين من على 90 وهالمره قبل شوي كانت تقريبا على 70. حلوه من توكي حتى غطى التيك. الباكير صاحت صراحه. اي ويل جيف ذات تو جوزيف، الدريفت منه كان بالانش بس هالمره صادت الاورنج ونرجع الماتش ايفن. حلو من توكي يمسك القلقه بيده عشان يبدا ياخذ برسنت لو جابها بس انا ما جت. نرجع الحين سوبر نوترال بدل سيج. سوبر نوترال عجبتني سوبر نوترال. اوكي. يعطيها نير. اوه حلوه الفكره بالتوكي بس انه اتوقع غلط في التايمنج. عرض التايمنج وادت انك تغلط في التايمنج قدام روي بغى يروح عليك ستوك بس راح منك 60%. وبدت الجراب. كوست باستر. اوكي. يعطيه حلوه الداش اتاك. داش اتاك حقت باكمان جدا حلوه صعبه تتمنش الا اذا سويت باري في النص. مو تسوي باري لاخر هيت، باري اخر هيت تكون اتوقع ماينس 5 which is really hard to parry. اما اذا سويت لها باري في النص تكون ماينس 9 على ما اذكر. المويه خربت على زازف. ايه فهو كان تو فاكتس قبل شوي في الجاب باكر انها ما خبطت وانقذت الستوك حق توكي انه كان المويه دفته والداش حق توكي كان ممتاز فكل اثنين كان جدا رائعه. اوه ماي جاد الرول كان مره هذا. اوكي حلوه الداونير من توكي سوى كفرج على كل شيء. البل ما جاء شوفه جاء في الاخير، لو انه سوى شيلد على هذا كان ممكن تكون هذه نهايه جوزيف. الان 2 اول جوزيف. اي 2 اول جوزيف. كان ماتش هالمره كان مره قريب. كانت بانش على اليمين بانش على اليسار كل واحد كان كلوز لدرجه انه اخر انتراكشن في الجيم انخبط بالبل. يعني كانت الفكره صح من توكي بس انه شو اسمه الحين رحنا كالوس. كالوس يحبونها الاثنين صح؟ بس انا اتوقع انها افضل روي اكثر من هي افضل باكمان. لان باكمان في الاخير البلاتفورم ذاك يخرب الليد سيت ابس. مع ان جوزيف حتى يوم كانت الاف دي كان مصحصح لكلها سيت ابس. بس لكن على السايد توكي كان في الريكفري خصوصا انه يقدر يسوي ايدج جارد اسهل بكثير في الستيج. والجهه الثانيه عاده في الغالب روي ما يقتل هاي. دائما هو يقتل على السايد، فهستيت جدا بيرفكت لنا، وعنده بلاتفورم زي حق بلاتفورم تاون سيتي يقدر يقتل عليه من بدل لو جاب باكير. هذه استهزاء مويه دفته سوى سبوندات، اتوقع البفر سيستم، البفر جدا جميل اللي ما يقدر كم مره صبه في اليوم. انا يمكن ما العب سماش حتى لو انا ما ضرني بس اوكي. بس توكي حلو من الكومبو، اخذ 35 دمج جدا محترم. الحين مع الليد زي ما قلت لك، توكي صار مع الليد. غلطت زوزف سوى اس دي، شوف شلون الجيم صار سلو، شوف شلون يبدا يسوي ستارت اب ويراك الدمج شوي شوي، بيلعب لك سيف حبه حبه بياخذ الدمج. شوف يرمي عليك جيري، يستنى السيتويشن هذه، مو قاعد تسوي ريسك، مو قاعد يراوغ، مو قاعد يسوي شيء، قاعد يلعب شوي شوي. بس زوزف والله يبغى ياخذها، يبي يجيب الباكير. عاد الكل باور حق روي ما يحتاج يتكلم. حلو الباكير يطلع ستيج، ندي خوف خرافي الانتظار حق الايردون. ما توقعت انه مات صراحه، بس واو والله ريكفري روي مو بسيء. حلو السايد بي، اوه ماي جاد، سوى سبوت جاب، سوى منها كومبو الفيس، بس الى الان ما تقتلنا. ايش دام توكي؟ النير تطلع، الى الان توكي عنده ليد ون ستوب. هذه كانت تصور سبوت التلت، الجمب كان مره كلتش من توكي اللي كان بيموت. سايد بي ما عليه بانش، صراحه متى تبانش سايد بي بهالبرسنت؟ تخاف انك تروح عليها وتموت. اوكي انا توقعت انا ابس رو، بس ابس رو يمكن ما تقتل على 100 و200 تقريبا، بس عنده فول ريج. اوه ماي جاد، هذه الابل لو انه في ستيج ثاني في الغالب كانت بتقتل، بس انا عشان كانوس عاليه. حلو يحاول يدور الباكيت، قاعد يحاول يدور الابل. حلوه الداون اير منه، طلعوا ستيج، سيتويشن جدا سيء. نايس وش اسمه فروت جراب من زوزف ويرجع الستيج، الكفري جدا رائع من زوزف. ابيرز كلها سووا سبوت، والله مره انفورت الصراحه. نايس بيري والله، بس هالمره حتى لو انه سووا سبوت خلاص على 200. شفنا راي الوهله يصير شيك، الحين على 185. زوزف قاعد يرجع، زوزف لو جاب له سماش كان بيقتل. انت تلاحظ انه شلون كانت تنقل بالجيم يا اخي. شخصيه سريعه جدا، عندها اير موبيلتي خرافي، عندها فريم داتا اسطوري، فوق كذا تقتلك على 50. حلوه من الشغل بانش، كان بدي بانش اقوى صراحه، كان بدي يعطيه اف سماش ويضيع لي ستوك. 216 وتوكي الى الان ستراجلينج تو كل، وصل ل 94. حلو الابير، اوه النير للحين ما تقتل. 226 اوه بس اوكي، هذا اللي تتكلم، هذا بعد ما تقتل. الحين الى الان الليد مع توكي، بس انه جاب باكير واحده ونرجع ايفن. سويت سبوت اف تلت نرجع ايفن، اي سماش داش نرجع ايفن. بس توكي قاعد يجيب دم شوي شوي. حلوه منه ستيج كنترول، هايدرن تحت وعلى طول نط ورمى القلق، قال اسمع لا فوق ولا تحت بيمديك تسوي شيء. اخذ منها حول 30 دمج، جدا حلو الستاب اللي كان مسويه توكي. الحين نشوف توكي قاعد يلعب شوي شوي، قاعد يلعب هذا اللي يحترف فيه توكي، اني بكذا ما اطل فيك وانكد عليك وارمي لك بوكسات اكتف كذا. بس ان البري جوزر حلو من البري على طول، عطاه الاف تلت. توكي لعب هادي، قاعد يمشي شوي شوي حتى مو قاعد يركض، قاعد يسوي سلو موشن. باقي دقيقتين على الجيم، بس انه زي ما شفنا في الستوك اللي قبل توكي كان عنده، لا وحد رسول الله، توكي تعب على ما قتل زوزف، وصل تقريبا الى 226 وقتله بهاجم. اما بالجهه الثانيه زوزف بسم الله عليه ما شاء الله مو تعبان، على 90 على 70 الا مره واحده صراحه عشان ما اكون ظالم. السيتويشن ذا يخوف، طلع منه حلو الرول منه، ما قرا هذا اف ثرو. اوه ماي جاد، اوه توكي سوى رول على الهايدرنت وطلع بسيتويشن جدا زباله. والداونير لو جت كانت بتكون بخير، حتى لو جت سوى سبوت في الغالب كانت بتسوي كومبو الباكير، فهي كانت لو بتجي بس. والحين رجعنا اللي صار عند زوزف من فرق لايك 1 ستوك اند 100% تقريبا. الى الان الليد عنده حلو مثل البانش على سبوت دوج. داون اير بانش على بتلز. مع الحين البل جدا الوضع مخيف. هل اوكي البل ما جابه. ابير ما اوه الدي اي اتوقع بعد كان سيء. اوه ماي جاد الوضع جدا مخوف. حلو من توكي الفكره. الباكير ما جت. نير الحين تطلع برا. استناه مره ثانيه بالنير. وسواله ريد بس انه خاف توكي من اي اوبشن. نرجع ل 160 كلهم هذا. الاب ثرو تقتل وهو يسوي ما سوى دي اي غلط وقتلته. اوه زوزف يروح 3 او. الحين من انتو زياد يلا.